ربنا يكرمك يا رب ويوسع رزقك يا رب بحق جيل النبي. اللهم امين. تسلم لي ويوسع رزقك يا رب ويعليك كمان وكمان. الله يخليك. تسلم لي. الله يبارك فيك. لارك لارك. ربنا يخليك يا دكتور. الله يسعدك. ربنا يحفظك يا رب ويعليك يا رب واشوفك كده في خير على طول وفي اعلى المراكب ان شاء الله. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يديك الصحة يا رب. يلا في رعاية الله. خلي بالك من نفسك. اهتم بنفسك كويس. اشربي كويس. ما تشيليش في نفسك. ربنا يخليك. الحمد لله. في نفسك انت ربنا بيحبك. يكفي ان ربنا الحمد بيحبك لله. يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بشوف وشك بخير يا حبيبي. ربنا يسأل عليا بقى من وقت لتاني. حاضر حاضر. اسأل عليا. ان شاء الله. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. ربنا يعليك يا رب. تسلم لي يا غالي. تسلم تسلم. هل يمكنك يا رفيقي أن تضغط لايك حتى تدعمني أن أستمر في نشر المحتوى الهادف؟ وإذا كنت تريد أن تدعم هذا المحتوى بشكل قوي قم بمشاركة. نتمنى لكم طيب المتابعة. هقول لك تخلصي من القلق. لو اقول لك لو اديكي نصيحه تخلصي من القلق ابعدي عن بص يا دكتور هو القلق بيبقى موجود في كل حاجه تمام. وانا عندي ضغط نفسي فعلا. انا عندي ضغط مضغوطه على نفسي بضغط نفسي بنفسي. لان انا كل حاجه. انا اب وام ومسؤوله من بيت ومسؤوله من كل حاجه. انا زوجي متوفي تمام. فانا مسؤوله عن كل حاجه. يعني انا مسؤوله مضغوط عليا. زي ايه بقى؟ الحمد لله انا ماشيه بفضل ربنا. بس يعني ايه؟ يعني مثلا مشكله مثلا في اي حاجه بتعصب وبص تلاقيه جاي على صحتي. هعيد. ها هعيد. تمام. هو ده اللي تعبني بقى. تعبني وتعب نفسيتي. طب انا عايز اقول لك انا عاوزه يعني الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لازم تتاكد صلى الله عليه وسلم ان ربنا بيحبك. دي كده الحاجه الاولانيه. ربنا بيحبك قوي. ربنا بيحبك قوي وعمره ما يتخلى عنك في اي لحظه من لا والله ما مش متخلى. فعلا مش متخلي خالص. ايه ربنا بيحبك وعمره ما يتخلى عنك. وان الله اذا حب عبدا ابتلاه. ربنا ما بيحب حد بيبتليه بعض الابتلاءات كده. الابتلاءات دي ان هو بيخلصنا من بعض الذنوب القديمه اللي احنا كنا بنعملها. فربنا تمام. عايز يخلص. تمام. ربنا عايز يخلص. عاوز يسمع صوتنا. عايز تمام. يسمع صوتنا. فدي تمام. فالحمد لله رب العالمين ان انت في المكان اللي انت موجوده فيه. في ناس في غزه الحمد لله. في ناس في غزه دلوقتي فقدت الاب والام والاهل والبيت والعيله. ربنا يصبر قلبهم يا رب. ربنا يصبر قلبهم. الحمد لله احسن من غيرنا. يعني زي ما انت قلت كده لو بصينا لوضعنا هنلاقي احنا وضعنا يعتبر افضل وضع. ليه افضل وضع؟ لان احنا عندنا البيت قاعدين في البيت والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ما بنتحوجش لحد وبناكل. ممكن الحمد لله. في ابتلاء. انت الزوجه والام والكل شيء في كل شيء. وهما طبعا ممكن ما يكونوش برضو بالسن بتاعهم لسه صغير ما يستوعبوش الضغط النفسي اللي موجود عندك او شيء زي من هذا القبيل. فانت النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابوه فقد امه اتعذب علشان الاسلام يجي لنا لحد عندنا واحنا مسلمين دلوقتي ومش مقدرين قيمه الاسلام اللي موجود عندنا دلوقتي. يعني نعمه بالله ونعمه بالله. يعني ف ف ف ف ك ك ك كابتلاءات لابد ان احنا نعرف ان احنا ربنا بيحبنا. لان الله اذا حب عبدا ابتلاه. فان صبر وان رضي اجتباه. ربنا اختارك انت من وسط كل الناس عشان يبتليكي. يعني هو بيحبك انت بيقولك انا بحبك فيبتليكي. اما تلاقي مثلا وليكن حد بتحبيه شويه يعني تلاقيه بينكشك. فهو ربنا بينكشك علشان يعني هو بيحبك. فانت ما فيش حاجه مستاهله القلق. ما فيش حاجه مستاهله الضغط. ما فيش حاجه مستاهله. انا هديكي دلوقتي روشته. الروشته دي هتخليكي هتخلي حالتك النفسيه في احسن حالاتها والضغط النفسي يروح والضغط برضه هينخفض. تمام.
الروشتة بتقول ايه؟ تمام. اول حاجة انا هكتبها لك، والله اصبري عليا كده، اجيب لك الورقة والقلم وهكتبها لك، وتاخد سكرين شوت وانا بكتبها لك، بحيث ان انت تبقى تشتريها من الصيدلية. هنكتب حاجة اسمها الاوميجا اوتش او الاوميجا 3 كبسول. الاوميجا 3 كبسول دي هناخد منها كبسولة مرتين يوميا بعد الفطار والغداء. تمام. هناخد منها كبسولة مرتين يوميا. خدي سكرين شوت عشان تبقى ظاهرة عندي. اخده ازاي بقى؟ اخده ازاي؟ ما انا ما اعرفش. خلاص تمام. انا طب بصي، انا هكتب لك تحت برضو في الكتابه اللي تحت، بحيث ان انت طب انت مش ممكن تبعتها على الخاص اللي بيتكلموا عليه ده؟ قاسم انا بحبك يا قاسم، مش ممكن تبعتها على الخاص ولا ما ينفعش؟ انا كتبته لك تحت، انت برضو تقدري تشوفيه من تحت. طب انا ممكن اكتبه انت تقول بالانجلش وانا اكتبه بالعربي هنا؟ ماشي. تمام. اكتبي اوميجا. اكتبي اوميجا. ماشي هكتب. ايوه صح كده. اوميجا 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 3 3 اوميجا 3 كبسول، كبسولات. تمام. كبسولة اوميجا 3 كبسولات. كبسولة، كبسولة بعد الفطار وكبسولة بعد الغداء. بعد الفطار وبعد الغداء. بس ديت هتخفض لك من ضغط، هتخفض لك من ضغط الدم، هتحسن لك الحاله المزاجيه، هتنشط لك الدوره الدمويه. اوميجا اسمها اوميجا صح كده؟ اوميجا 3 اوميجا 3 ديت هتخفض لنا من ضغط الدم، وهتحفز لنا من عمليات القلب، وهتحسن لنا الحاله المزاجيه، وتنشط لنا الدوره الدمويه في الجسم كله. تمام. كبسوله او ماشي. تمام. ده كده بشكل بسيط تقدر تجيبيه من اي صيدليه وبيديهولك عادي. يعني هو اصلا الاسم بالعربي اسمه زيت السمك، زيت السمك يعني الاسم بتاع، يعني زيت السمك اللي هي اوميجا ديت. الاوميجا دي اسمها زيت السمك، اللي هو عامل زي البليه دي، اللي عامله زي البليه دي، شكله اصفر كده، الكبسولات صفراء. البليه اللي ايوه الصفراء اللي زي الزيت. هو ده بالظبط. دي اللي هي الاوميجا، الاوميجا 3 هي دي الاوميجا 3 ايه. طيب خلاص مش ده يعني بيريح، ده هيخلي الضغط، هيوطي ضغطك، هيساعدك في ان الضغط ينخفض، هيظبط معدلات الايض، يعني الهضم بتاعنا يبقى كويس، هيحسن لنا من الحاله النفسيه، هيخلينا في حاله من الريلاكس والاسترخاء بشكل دايم، فما نتعصبش بسرعه. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك يا رب. وبرده هينشط لنا الدوره الدمويه في الجسم كله.